السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فاتحة سانتيوف، وأخوكم فاتحة حسن. ليلة سعيدة جميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونكم. جو باس لو ريميرسيومون أ تو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة إناثا وذكورا، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسخواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل الأول أحباب، القناة اللي كنضحكوا وكنفوجوا وكنشطوا فيها، القناة اللي كنواسوا فيها بعضنا ونصلوا الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستفدوا فيها معنويا وماديا. لأول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد في حينه. إخواني أخواتي، كنحيو الجالية المغربية من هذا المنبر اللي كيدعمونا وكيشجعونا، كنقول لكم شكرا لكم أينما حللتم وارتحلتم، وكذلك كنشكر كاع الناس اللي كتحبنا في الله وكتدعم القناة وكتشجعها وكتبغيها تزيد للأمام، كنقول لكم شكرا شكرا بزاف. شكرا للأصدقاء والصديقات الأوفياء ديال القناة اللي ما كيبخلوش علينا، سواء بالدعم المعنوي وكذلك الدعم المادي من عند لي زابوني اللي كنشكرهم حتى هما من هذا المنبر، كنقول لهم شكرا على الثقه، شكرا على الدعم ديالكم للقناه. اخوات والاخوان ديالنا اللي غايبين على القناه، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده، ونتمنى لكم ان شاء الله عوده ميمونه للقناه ولو من باب الاطمئنان عليكم. اخواتي اخواتاتي اللي كتشوفونا في هذه اللحظه هذه، بصمه بصمه بصمه، شجعوا القناه الله يحفظكم. كتعرفوا القناه ديالكم ما كتبخل عليكم بوالو اخواني اخواتي، القناه كتجبد ما في جعبتها بالجد وبالاجتهاد وبالبحث باش تكونوا نتوما بخير وعلى خير. كما كتعرفوا الشعار ديالنا دائما، حنا ما كنخلصوا حتى واحد من جيبنا، الله يجيبها سمينة للجميع. وكنتمنوا فوق هذا الشيء الله يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكونوا جد سعداء. كنطلبوا منكم البصمه بالاعجاب لا غير، والبارطاج لكن ممكن، باش القناه ان شاء الله تستمر وتزيد الامام. بون الكانتي ديال اليوم شتو ديرو المون ديالو كيفاش دهز، اللي تفرجوا في الكورسة. بالنسبة لابوات نوار لو 5 اي لو 13، بالنسبة لا ديرنيير مينيت لو 5 اكومباني لو 11 ديسكاليفيا حيدوه سويت الان اون 4، كان 5 حيدوه. اللي مهم هو ان لا سيليكسيون كان فيها النوردر ديال لو تير سي 2/4 في السته الاوائل، كان النوردر ديال تير سي وليبونيس 3. نتمنى خوتي خواتاتي انكم تكونوا استفدتم معنا شي شويه. لا ديرنيير اوبسيرفاسيون قلنا لكم راه غادي يكون ان سويفي، وفعلا راح يدور 11 ودخلوا 8 باش جا السويفي ديال 7 8. لي دو ديرنيير اوبسيرفاسيون او النويطات اللي كنعطيوكم الاخرين، عطيناكم 4 و5. لي زونترينور ديالهم اوبتيميست، واحد كان صادق وواحد خانتو القريحة ديالو كما كنقولوا. بون على أيين، المعلومات كانت ممتازة، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا، ونتمنى أن الإخوة اللي كيلعبوا لا سيليكسيون ديالنا تيرسي كوارتي كانتي أو لا كانتي تيرسي يكونوا استفدوا من داك الأوردر، واخا ما خلصش بزاف على أيين نص ولا كاملة،
كمل من عندك. بون، غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو للمعلومات ديالنا ديال الكانتي ديال لو ديمونش 11/9/2022 اللي غادي يكون في باري لونشون، ريونيون 1 كورس 4. لو 16 اي ديكلاري نون بارتون، 16 ما جاريش. سي دو بلا 1400 متر، برق ما تقشع. La nouvelle piste, la nouvelle piste de Paris-Longchamp, c'est du gazon. Attention, le terrain va être souple. Il va être entre 3,4 et 3,6 l'indice pénétrométrique de l'eau. هذا في حالة ما إلى ما طاحت الشتاء اللي هي بريفي، باش تكون في التوقعات اللي عندهم بريفي باش طاح الشتاء في لا ريجيون ديال لونشون. نتمنوا انها تبقى على حساب هادشي اللي درنا ديال 3.4 3.6 باش تبقى المعلومات ديالنا في محلها. لاكورد ادروات 15 بارتون، 15 ديال المتبارين. الديبار 14:15 جوج وربع بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل به بماليه، اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يحفظه وينجيه ويحفظ جميع المغاربه اينما حلوا وارتحلوا. لا لين دروات او لا لين داريفي ممتازه، ماشي ممتازه، جد جد ممتازه، لأن فيها 650 مترو لالين داريفي أو لالين دروات، يعني نص كيلومتر 150 مترو، يعني فرصة كبيرة كتعطي لي زاتونتيست واللي بون فينيسير اللي عندهم الفينيش السرعة النهائية و لي زاتونتيست راكم كتعرفوهم دائما كنقول لكم شكون هما. هما اللي كيكونوا عندهم ريكورد كبار او لا كيكونوا ما كيعجبهمش يمشيو مع لافولي، وهادو هما اللي اغلبيه كيكونوا دي زاتونتيست. دونك هنا هاد لالين هادي فافورابل بالنسبه ليهم، كتعطيهم فرصه كبيره 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 بزاف. دونك الملاحظه الاولى كتقول بان لا كورس غتكون تري ديفيسيل، انديس دو ديفيكولتي 8. الملاحظة الأولى كتقول بأن الكورسة غتكون جد صعبة، مؤشر صعوبة 8. الأخوات والإخوان لأول مرة كيلتحقوا بالقناة، كنعودوا نجدوا بكم الترحيب وكنقولوا لكم مني كيفوتنا المؤشر 8 أو لاندي سويت كنلعبوا بالحيطة والحذر والذكاء ونحاولوا ما أمكن أن مينيميزيو. غادي ندوزو دابا ان شاء الله المعلومات ديالنا. قبل ما ندوزو للمعلومات دابا خويا اختي، دابا في هذه اللحظه قبل ما تصنت المعلومات، واش شجع القناه الله يحفظك، يلا ميزامي لي لايك الله يجزيكم بخير، ولي انتريسي بلابونمون راه التليفون كيدوز على الشاشه 06 57 47 17 41 06 57 47 14 41. الله يجزيكم بخير، التليفون راه ديال الخدمة ديال لابونمون، ماشي ديال البسالة، ماشي ديال الشط. اللي ما عندوش الغرض في لابونمون ودخل راه كنبلوكيوه من الديبار، ولا بغى يتقلق كيبقى شغلو هذاك، لان حنا كنقولو لكم راه ماشي ديال ركن التعارف، راه ديال الخدمة. وشكرا للجميع. غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو لابواط نوار ديال لاشين. قبل ما ندوزو لابواط نوار غنقول لكم اتونسيون او فو فافوري، كاينين دي فو فافوري اردو معاهم البال. دونك غادي نمشيو لابواط نوار، لابواط نوار دو لاشين، لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتيحة سنتور بور لو ميم كانتي دي 11/9/2022 ا باري لونشون اي كوم سوي 3 8 15
et 10. Je répète, 3, 8, 15 et 10, les quatre numéros de la boîte noire. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فتح سنتيف لخماس يومه 11/9/22 كالآتي: 3 8 15 10. غادي ندوزو دابا إن شاء الله، غادي نمشيو لا ديرنيير مينوت ديال لا شين. La dernière minute de la chaîne Fatiha Saint-Turf, le numéro 3, Raqam Tleta. Le cheval accompagné, le numéro 11, Raqam Hadash. Les supplémentaires, 8 et 6. Raqam Idafia, Tmenia Sta. غادي نمشيو دابا ان شاء الله لا ميثود دي جور. لا ميثود دي جور نوزا دوني دو نيميرو. سي دو نيميرو سوا ان سوا دو سوا اوكان ا لاريفي سون كوم سوي. Neuf et un. Donc neuf et un, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée. Tariq al-Nahariya a'tiyana jouj dial al-arqam. Had jouj al-arqam huma tsoud wahed. Iden tsoud wahed, yeji ou bjouj, yeji wahed, yemet choufou ta wahed. À l'arrivée. Radi d'Avendouzo, Inch'Allah, la sélection d'Yel la chaîne. Yel la route. L'écran comme. شجعوا القناة ديالكم بالبصمة بالإعجاب وبالبارتاج باش نستمروا إن شاء الله ونزيدوا الأمام ونبقوا دائما متألقين كما عاهدتمونا، وغتكونوا جد مشكورين. يلا الخوت، بصمة البصمة البصمة البصمة، الله يحفظكم. دونك لا سيليكسيون دو وي نيميرو دو لا شين فاتيحة سانتوف بور لو même quantité du 11-9-2022 est comme suit: 3, 10, 1, 8, 11, 6, 15, 9. Je répète la sélection du 8 numéro de la chaîne: 3, 10, 1, 8, 11, 6, 15 et 9. La sélection Mliouha aléatoire. Donc, Kadouha Mariftkom. L'arqam 8 لخماس يومه 11/9/22 لقناة فتح سنتيوف كالآتي: 3 10 1 8 11 6 15 9. لا سيليكسيون مليوحة عشوائية، حاولوا ما أمكن تقدوها بطريقتكم. غادي نمشيو لي شوفو سوربريز. لي شوفو سوربريز دو لا شين 13 اي 2. الارقام المفاجأة ديال القناة 13 جوج.
بالنسبة لو بتي نيميرو أو الرقم الصغير اللي كيكون تحت الأرقام المفاجئة هو الرقم 14، لو نيميرو 14. غادي نمشيو دابا إن شاء الله للملاحظة الأخيرة. الملاحظة الأخيرة كتقول لكم هناك احتمال كبير باش يكون انسويفي الاريفي، بروبابل انسويفي الاريفي دي هو دي ميليو او دي بادو طابلو، الله اعلم. هناك احتمال كبير باش تكون ارقام متتاليه في الاريفي ديال غدا ان شاء الله، من الفوق من الوسط من التحت الله اعلم، 4-1 الله اعلم، 3-2 الله اعلم، 2-2 فارقهم 1 الله اعلم. قلبوا على السويفي، دخلوا لاباز ديالكم والله يسر لكم الامور. بالنسبه لواحد النويطه ما عرفوش بصح ولا كتب، لو نيميرو 1 مولاه قال لك ودي الغارد ما كونفيونس ما عنده لو توب ويت او بيناليزي ما نعرف تقتو فيه شغلكم هذاك. دونك خوتي خواتاتي غنعاود نقول لكم شجعوا القناه ديالكم، تهلاو ليا في راسكم، احبكم في الله، تصبحوا لي على خير، الله يسر الامور للجميع. الى اللقاء ان شاء الله غيكون عندنا ان لايف، نتلاقاو في العشيه ان شاء الله على المباشر. تصبحوا على خير، الله يوفق الجميع وما تنساوش